بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم في الصف الثالث ثانوي في نظام المقررات في الفصل الدراسي الثاني لعام 1441. ومادتنا هذا اليوم إن شاء الله رياضيات 5. موضوعنا هو مراجعة لموضوعين: الدوال وتحليل التمثيلات البيانية للدوال والعلاقات. معكم صالح الشميمري، هيا بنا. بناخذ ان شاء الله اول شيء استعمال الصفه المميزه. في السؤال اللي عندي هنا يقول لك اكتب كل من المجموعات الاتيه باستعمال الصفه المميزه للمجموعه، وهذه هي المجموعه اللي عندي، طبعا 8 9 10 11 الى ما لا نهايه. طبعا حاط لك هنا ما لا نهايه، يعني المجموعه هذه ليس لها نهاية. طبعا هذه المجموعة تتكون من كل الأعداد الكلية لها، وهي الكلية اللي أكبر من أو تساوي كم؟ 8، يعني باقي من الثمانية. ممتاز، فإيش راح يكون عندي هنا الحل؟ إذا راح أكتب قوس المجموعة هنا X، بحيث أن الـ X أكبر من أو يساوي كم؟ 8، حيث أن الـ X تنتمي إلى مجموعة الأعداد الكلية اللي هو الـ number، مثل ما أخذناه حنا في هذا الموضوع سابقاً، وقلنا أن الأعداد الكلية هي تبدأ من الصفر، واحد، اثنين، ثلاثة، إلى ما لا نهاية. لاحظ معي، ما أخذ الكسور اللي بالنص، يعني بين الواحد والاثنين ما أخذها، فقط عندي أعداد كلية هي نفسها الأعداد الصحيحة، لكن بدون إيش؟ بدون السالبة. نبدأ من الصفر وننتهي إلى ما لا وإلى ما لا نهاية. السؤال الثاني X أقل من 7. طبعا هذه المجموعة تتكون من كل الأعداد الحقيقية التي تقل عن 7، وبالتالي راح أكتب نفس اللي فوق هي X، بحيث أن الـ X أقل من 7، والـ X هذه تنتمي إلى مجموعة الأعداد، ماذا؟ الأعداد الحقيقية R. السؤال C عندي هنا يقول لك هنا X محصورة بين السالب 2 والسبعة. طبعا هذه المجموعة تتكون من كل الأعداد الحقيقية التي تزيد عن سالب 2 وتقل عن كم؟ وتقل عن 7، وبالتالي راح أكتبها كذا X، بحيث أن، وأنسخ هذه نفسها وأكتبها هنا، حيث أن الـ X محصورة بين إيش؟ بين السالب 2 وإيش؟ والسبعة. طبعا الـ X تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية الأر. إذن هذا حل الأسئلة اللي عندي، وهو استعمال الصفة المميزة للمجموعات. تعالوا نأخذ استعمال رمز الفترة. طبعا يقول لك هنا اكتب كل من المجموعات الآتية باستعمال رمز الفترة. طبعا اي عندي هنا اكس اقل او يساوي من 16 واكبر من كم؟ من سالب 8. طبعا نلاحظ ان عند السالب 8 ما في عندي يساوي، ولذلك راح اخليها قوس مفتوح ثم سالب 8 فاصلة، عند ال 16 قوس ايش؟ قوس مغلق. السؤال اللي بعده ب اكس اقل من 11. طبعا اقل من 11 يعني وين رايح؟ رايح للسالب، وبالتالي راح اخليها سالب ما لا نهاية الى ال 11. ال 11 مفتوح ليش؟ لانه ما في عندي يساوي. اذا السؤال سي عندي، لاحظ معي هنا اكس اقل او يساوي من سالب 16 او اكس اكبر من 5. لاحظ معي الاو هذه راح اخليها اتحاد. طبعا معناها عندي هنا اكس اقل او يساوي من سالب 16، معناها رايح للسالب ما لا نهايه، وبالتالي راح ابدا من السالب ما لا نهايه، ثم اروح لما السالب 16 واخليها قوس مغلق. ليش؟ لان في عندي علامه يساوي عند الاشاره هذه. بعد ذلك احط اتحاد، اتحاد ايش؟ اكس اكبر من 5، يعني رايح لموجب ما لا نهايه، اذا ابدا من الخمسه مفتوح. ليش؟ ما عندي هنا اشاره يساوي، فخليها خمسه مفتوح فاصله، ماذا؟ فاصله، موجب ما لا نهاية أيضا مفتوح، وبالتالي هذا حل السؤال اللي عندي هنا. تعالوا نشوف السؤال اللي عندي هنا، تحديد العلاقات التي تمثل دوال في كل مما يأتي. حدد ما إذا كانت واي تمثل دالة في إكس أم لا. طبعا أي السؤال الأول هنا تمثل قيم إكس رقم الطالب وقيم واي درجته في اختبار الفيزياء. طبعا علشان نتأكد من أن العلاقة دالة أم لا، لازم كل عنصر من المجموعة X يربطها بعنصر واحد فقط من المجموعة Y. ممتاز، إذا أنا راح أخلي أرقام الطالب هي إيش؟ هي X،
راح اخلي درجته في الفيزياء هي ايش؟ هي واي، وانا اتاكد يعني احط قيم من راسي هنا، هل فعلا راح يصل الى كل عنصر هنا من اكس لواي عنصر واحد فقط ام لا؟ طبعا ترتبط كل قيمه لاكس بقيمه واحده لواي، اذ لا يمكن للطالب الحصول على درجتين مختلفتين في اختبار واحد، ولذلك فان واي تمثل داله لاكس، اذا واي هنا تمثل داله، اذا هي داله. ليش يا شباب؟ لان الطالب اللي عندي هنا راح يكون له درجه واحده هنا، ما راح يكون درجتين. ممتاز، كل طالب راح تكون ليش؟ له درجة واحدة فقط. هذه بالنسبة لـ A. تعالوا نشوف B. على طول بي إخوان جاهز عندي، هل سالب 8 مرتبطة بعنصرين؟ لاحظ معي، سالب 8 وسالب 5، وسالب 5 سالب 4، والصفر سالب 3، والثلاثة سالب 2، والستة سالب 3، وبالتالي كل عنصر من المجال عندي هنا ارتبط بعنصر واحد فقط من المدى، وبالتالي هذه تمثل دالة. طيب تعالوا نشوف السي عندي هنا، لاحظ معي السي يا شباب، باستعمال اختبار الخط الرأسي، احنا قلنا علشان نشوف العلاقة دالة أم لا، نمد خط من فوق لتحت ونشوف هل فعلا راح يقطع هذا المنحنى بنقطة واحدة أم أكثر، إذا قطعها في نقطة واحدة فإنها تمثل دالة، لكن إذا قطعها في نقطتين مثل ما هو واضح عندي هنا، إذا هذه ليست دالة، وبالتالي ليش؟ مثلا عندك الأربعة هذه مرتبطة بعنصرين، العنصر الأول هنا والعنصر الثاني هنا، وبالتالي هذه ليست دالة. نأتي إلى إيجاد قيم الدالة، إذا كانت fx يساوي x تربيع زائد 8x ناقص 24، فأوجد قيمة الدالة في كل من 100. أوجد أولا f6، f6 يا شباب راح أعوض عن كل x عندي هنا بقيمة إيش؟ بقيمة 6، وبالتالي F6 يساوي، لاحظ معي هنا، 6 تربيع زائد 8 في 6 ناقص 24. لاحظ معي أنا شلت كل X هنا وحطيت مكانها الستة. الآن فك التربيع عندك هنا، بتكون عندك 36 زائد 8 في 6 48، والناقص 24 هذه إيش؟ تنزل. بعدين ايش اعمل هنا؟ اجمع واطرح في النهايه، بيطلع عندي الناتج كم؟ بيطلع عندي الناتج 60. اذا قيمه الاف 6 بكم؟ ب60. تعالوا نشوف السؤال الثاني هذا اللي عندي، اف سالب 4x. طبعا اف سالب 4x مثل ما قلنا سابقا، نروح اعوض عن كل x بكم؟ بسالب 4x. لاحظ معي، بشيل الاكس اللي فوق، ابحط مكانها سالب 4x، ثم الكل تربيع زائد 8 في سالب 4x ناقص 24. الآن التربيع هذا راح ينزل على السالب وعلى الأربع وعلى الإكس. السالب بتكون موجب بالأربع تربيع ب16، والإكس راح تكون إكس تربيع. الآن 8 في سالب 4 بسالب 32 إكس ناقص 24. وبالتالي هذا الحل النهائي. انتبه، تروح تجمع 32 أو تروح تطرح السالب 32 ناقص 24، لا، هذه إخوان إكس معها اكس وهذه اكس تربيع، ما ينفع اني اجمع واطرح الارقام هنا لان المعاملات مختلفه عندي، وهذا حد ثابت. ناتي الى تحديد مجال الداله جبريا، السؤال يقول لي حدد مجال كل من الدوال الاتيه. مجال الداله الكسريه هي مجموعه الاعداد الحقيقيه ما عدا اصفار المقام، اذا اكس تربيع ناقص 7 اكس يساوي 0. طبعا انا اخذ عامل مشترك هنا اللي هو الاكس، بعدين x ناقص 7 يساوي 0، وهذه تسمى معادلة صفرية، بحيث أن ال x يساوي 0 أو x ناقص 7 يساوي 0، إما x يساوي 0 أو x ناقص 7 يساوي 0. في هذه الحالة x يساوي 7، إذا لاحظ معي عندي هنا المجال جميع الأعداد الحقيقية ما عدا x يساوي 0، ما عدا اذا كانت x يساوي كم؟ 7، وبالتالي راح استبعد الصفر وراح استبعد ايش؟ السبعه. اذا الدومين بخليه كذا، بكتبها الدومين الدي يساوي، افتح قوس، اللي هي جميع عناصر x بحيث ان ال x لا يساوي 0 و
الإكس لا يساوي كم؟ لا يساوي 7، حيث أن الإكس ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. الآن أنا كتبت المجال حق الدالة الكسرية، تعالوا نشوف مجال الدالة الجذرية تي ناقص 5 أكبر أو يساوي من 0، وبالتالي تي أكبر من كم؟ أكبر من 5. لاحظ معي كأنه يقول لي هو لا تختار الأرقام اللي هي تعوض فيها بالتي، إلا لازم يكون عندك أكبر أو يساوي من 5. ليش؟ لأنك لو عوضت بأرقام أقل من 5 راح يعطيك الجذر هذا سالب، وهو عدد ليس حقيقي وإنما تخيلي، يعني راح يكون في عندك عيب تخيلي، وبالتالي لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. وبالتالي راح إيش أكتب؟ الدومين اللي هو المجال يساوي افتح قوس إكس، حيث أن الإكس أكبر أو يساوي من كم؟ الإكس أكبر أو يساوي من 5، حيث أن الإكس ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. نأتي إلى موضوع تحليل التمثيلات البيانية للدوال والعلاقات، طبعا إيجاد المجال والمدى. السؤال: أوجد مجال الدالة F ومداها باستعمال التمثيل البياني المجاور. طبعا دائما احنا عندنا مفهوم اساسي ان المجال دائما مرتبط بعناصر اكس والمدى مرتبط بعناصر واي. طبعا تلاحظون ان المنحنى هذا بالنسبه لمحور اكس بادي من كم؟ بادي بالنسبه لمحور اكس بادي من السالب 8، اذا البدايه عندي عند كم؟ عند السالب 8. وين رايح بالنسبه لاكس؟ رايح الى ما لا نهايه، وبالتالي المجال عندي هو رايح بادي من سالب 8 ومتجه إلى ما لا نهاية. ولكن انتبه، تلاحظون أن السالب 4 فيه فجوة. الفجوة هذه معناته أن السالب 4 هذه ليست من ضمن المجال، وبالتالي أستبعد السالب 4. إذا يكون عندي هنا المجال أو الدومين عندي يساوي، تكتب كذا اكس، بحيث ان الاكس اكبر او يساوي من سالب 8. ولكن انتبه، الاكس بحيث ان الاكس لا يساوي سالب 4. ليش؟ انا استبعدت الفجوه عندي سالب 4 هذه، وبالتالي هنا الاكس تنتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه. هذا مجال الداله اللي عندي هنا. لاحظ معي المجال يرتبط بعناصر اكس. أما المدى يا شباب، لاحظ معي المدى يرتبط بعناصر واي، والمدى عندي هنا النقطة هذه كم؟ طبعا هنا سالب 2، سالب 4، سالب 6، سالب 8، سالب 10. المدى يساوي واي. ليش؟ يعني أنا أتكلم عن عناصر واي، بحيث أن الواي أكبر أو يساوي من سالب 10، حيث أن الواي ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. سؤال آخر: ما رأيكم بمجال هذه الدالة بالنسبة لمحور إكس؟ بالنسبة لمحور إكس، لاحظ معي بادي من النقطة هذه ومنتهي عند النقطة هذه، وبالتالي المجال بكتبها بصيغة الفترات. المجال راح يكون عندي من السالب 2 إلى إيش؟ هذه سالب 2 إلى النقطة هذه، والنقطة هذه إلى كم؟ إلى الستة، وبالتالي من السالب 2 إلى الستة مفتوح، عند السالب 2 مغلق، عند الستة مفتوح. أما المدى، المدى بالنسبة لعناصر واي، فالمدى بادي من الصفر، يعني الصفر وأقصى نقطة عندي كم هنا؟ الأربعة، وبالتالي المدى من الصفر إلى الأربعة مغلق. نأتي إلى إيجاد المقطع Y. طبعا في السؤال هذا يقول لك استعمل التمثيل البياني لكل من الدالتين أدناه لإيجاد قيمة تقريبية للمقطع Y ثم أوجده جبريا. طبعا نلاحظ عندنا يا شباب أن التمثيل البياني يتقاطع مع محور Y. طبعا المقطع Y يعني قطع هذا المنحنى محور Y. طبعا تلاحظون أنه يقطع المحور Y عند هذه النقطة. ممتاز، يعني القيمة التقريبية راح تكون 1.25 أو 1.3 أو قيمة زي كذا. فأنا القيمة التقريبية عند النقطة مثلا
فبخليها صفر واحد وثلث. طبعا واحد وثلث تقدر تحولها انت لصورة كسرية لصفر وواحد في ثلاثة، ثلاثة زائد واحد أربعة، أربعة على ثلاثة اللي هي 1.33 دوري. طبعا ما راح اكتبها كذا، هذه بالنسبة للتقريبي. أما الجبري راح أعوض عن كل قيمة إكس بصفر لإيجاد المقطع واي، أخليها إف صفر يساوي هذه الدالة اللي عندي سالب 2 في صفر تكعيب زائد 4 قسمة ماذا؟ قسمة 3. هذا كله راح بكم؟ راح صفر، فبالتالي إف صفر يساوي إيش؟ يساوي 4 على 3. وتلاحظون إيش إخوان؟ تلاحظون إن التقاطع عندي إذا كانت الواي بصفر راح يكون عندي 4 على 3، وبالتالي كلامنا صحيح قبل قليل. إذا المقطع واي عندي هنا صفر وواحد ثلث أو صفر وأربعة على ثلاثة. هذا بالنسبة لإيجاد المقطع واي. نأتي إلى إيجاد الأصفار. طبعا الفرق بين إيجاد الأصفار ومقطع واي نفس الفكرة ولكن المسميات مختلفة. هنا بنشوف النقاط التي تقطع محور إكس. ممتاز، بنشوف النقاط التي تقطع محور إكس، ولكن ما نسميها مقطع إكس، نسميها إيجاد الأصفار. وبالتالي استعمل التمثيل البياني المجاور الذي يمثل الدالة التالية لإيجاد قيم تقريبية لأصفارها، ثم أوجد هذه الأصفار جبريا. طبعا نلاحظ يا إخوان أنه يقطع محور إكس عند هذه النقطة تقريبا وهذه النقطة. طبعا تقريبيا وراح يعني راح أقول هذه مثلا تقريبا سالب 3، وهذه راح أخليها مثلا 2.5. إذا جبتها تقريبا أنا مقطع أو الأصفار عندي هنا صفرين، عندي اثنين، الأول 2.5 والثاني سالب 3. ولكن كيف أجيبها جبريا يا شباب؟ الحل جبريا هو أنك تمسك الدالة هذه اللي هي 2 إكس تربيع زائدا إكس ناقص 15 وتساويها بإيش؟ وتساويها بالصفر. يا سلام، الآن بالتحليل لما أجي أحلل هذه المعادلة التربيعية بتكون عندي كالتالي بالتحليل. طبعا استخدم التحليل اما طريقة المقص او طريقة اللي هو القانون العام. خلي هذه A والبي واحد والسي سالب 15، تجيب القانون العام راح يظهر عندي قيمتين، الاولى 2 اكس ناقص 5 والثانية اكس زائد 3، وهذه معادلة صفرية. هذه معادلة صفرية، إما 2x ناقص 5 يساوي صفر أو x زائد 3 يساوي صفر. إذا 2x ناقص 5 يساوي صفر، في هذه الحالة لما أجي أجمع 5 للطرفين بتكون عندي 2x يساوي 5. في هذه الحالة x يساوي 5 على 2. لاحظ معي 5 على 2 هي إيش؟ 5 على 2 هي 2.5، هي الصفر الأول. أو الحالة الثانية اللي هي x زائد 3 يساوي صفر، اطرح 3 من الطرفين راح تكون x يساوي كم؟ سالب 3، وهو الصفر الثاني. لاحظ معي أنا أوجدت الأصفار مرة جبريا ومرة بالتقريب. بالتقريب كيف؟ تشوف المنحنى هذا يقطع محور x عند كم نقطة؟ عند نقطتين، الأولى 2.5 والثانية سالب كم؟ سالب 3. نأتي إلى تحديد الدالة الزوجية والدالة الفردية. سؤال عندي هنا، حدد ما إذا كانت الدالة التالية زوجية أم فردية أم غير ذلك. طبعا عندنا قاعدة سابقة، الدالة الزوجية إذا كان F سالب X يساوي F X نفسها، يعني إذا شلت كل X حطيت مكانها سالب X وطلعت عندك نفس الدالة F X، فإنها إيش؟ فإنها زوجية. أما الدالة الفردية إذا كان F سالب X يعطيك سالب F X، يعني لو بدلنا كل X هنا وحطينا بدالها سالب X وفي النهاية طلع عندي الإشارات عكس بعض، يعني سالب F X، فإنها إيش؟ فإنها فردية.
وكما ذكرنا سابقا في الدوالة الزوجية والدوالة الفردية، طبعا فيما يتعلق بالتمثيل البياني، إذا كانت الدالة بالتمثيل البياني متماثلة حول محور واي وكان لهما نفس الاتجاه فإنها زوجية، أما إذا كانت متماثلة حول نقطة الأصل وكانت في اتجاهين مختلفين فإنها فردية. طيب تعالوا نشوف في هذا السؤال عندي هنا، تعالوا نبدل كل x بسالب x. إذا تعالوا نبدل كل x هنا بسالب x، إذا f سالب x يساوي سالب x الكل تكعيب ناقص 2 بين قوسين سالب x يساوي، طبعا سالب x الكل تكعيب، طبعا هنا سالب والأس فردي، وبالتالي سالب x تكعيب، هنا السالب في سالب يعطيك موجب 2 x. وبالتالي لما أجي الآن أخذ عامل مشترك يا شباب، عامل مشترك السالب راح يكون عندي هنا سالب برا وجوه x تكعيب، والموجب طبعا لما اطلعها برا بتكون هنا سالب 2 اكس. لاحظ معي هذه هي ايش؟ هذه الداله هي اف اكس، ولا تنسى السالب اللي برا تنزلها تحت. اذا لاحظوا معي ايش يساوي عندي؟ يساوي سالب اف اكس اللي هي هذه. اذا بما ان اف سالب اكس يساوي سالب اف اكس، وبالتالي هذه الداله ايش؟ الداله هذه فرديه. إذا الخلاصة في موضوع الدالة، مفهوم أساسي عندنا أخذناه احنا سابقا، التعبير اللفظي للدالة F هي من مجموعة A إلى مجموعة B، هي علاقة تربط كل عنصر من X من المجموعة A بعنصر واحد فقط Y من المجموعة B، يعني ينطلق من كل عنصر من المجموعة A بعنصر واحد من المجموعة B. طيب يجي واحد يسأل يقول لي الثمانية هذه ليش فيها عنصرين؟ يا شباب هذا المدى أنا ما لي علاقة فيه، المدى ما لي علاقة فيه، أنا كل ما علي من المجال. إذا بما أن المجال عندي كل عنصر انطلق منه سهم واحد، إذا هذه دالة، وبالتالي الدالة يرتبط كل عنصر من المجال بعنصر واحد من المدى. إذا أيضا حنا أخذنا سابقا كيف تعرف أن بالتمثيل البياني أن العلاقة دالة، تروح وتمسك اختبار الخط الرأسي، إذا قطع الخط الرأسي ذلك المنحنى في نقطة واحدة فقط فإنها دالة، إذا قطعها في نقطتين أو أكثر فإنها ليست دالة. نأتي إلى خلاصة اختبارات التماثل، عندي ثلاث أنواع لاختبارات التماثل، التماثل حول محور X، والتماثل حول محور Y، والتماثل حول نقطة الأصل. طبعا كل واحدة من التماثلات هذه لها مفهوم معين. بالنسبة للتماثل حول محور X، تلاحظون عندنا النقطة هنا يا شباب هي النقطة X و Y، النقطة المقابلة لها X فاصلة سالب واي، وتلاحظون أنها تتماثل حول إيش؟ تتماثل حول محور إكس، وبالتالي النقطة إكس وواي المتماثلة معها على محور إكس هي إكس فاصلة سالب واي، اللي تغير عندي فقط إشارة إيش؟ إشارة الواي. أما بالنسبة للتماثل حول محور واي، نلاحظ هنا النقطة إكس واي، فإن النقطة الأخرى عندي هنا هي سالب إكس فاصلة واي المتماثلة، تلاحظون معي هنا حول إيش؟ حول محور واي، وبالتالي إذا كانت النقطة إكس وواي راح تكون النقطة سالب إكس فاصلة واي. أما التماثل حول نقطة الأصل، تلاحظون عندنا هنا يا شباب x و y النقطة المقابلة لها سالب x وسالب y المتماثلة حول هذه النقطة اللي هي نقطة الأصل. تلاحظون عندي x فاصلة y تغيرت الإشارات عندي سالب x فاصلة سالب y، وبالتالي في التماثل حول نقطة الأصل فإن الإشارات تتغير في الجهة المقابلة. إذن هذا بالنسبة فيما يتعلق باختبارات التماثل حول محور X والتماثل حول محور Y والتماثل حول نقطة
الأصل، ونركز على أهمية أن كل اختبار للتماثل له فكرة معينة. أما في مراجعة الدوال الزوجية والفردية، متى تسمى الدالة زوجية ومتى تسمى الدالة فردية؟ تكون الدالة زوجية إذا رحت لم كل إكس عوضت مكانها سالب إكس، في النهاية طلعت لك الدالة الأصلية اللي عندك إف إكس، تكون الدالة زوجية. أما إذا عوضت عن كل إكس مكانها سالب إكس وطلعت لك عكس إشارات الدالة الأصلية اللي عندك إف إكس، فإنها دالة فردية. لازم تكون عكس الإشارات الموجبة سالبة والسالبة موجبة. لاحظ معنا، بعض الأحيان تكون الإشارات زيها أو نفسها، بعضها عكسها. يعني في الدالة الواحدة إذا غيرت كل إكس بسالب إكس، تكون الإشارات مرة نفس الأصلية ومرة عكسها في نفس الدالة. إذن هذه لا فردية ولا زوجية. هذا فيما يتعلق بموضوع أو بمراجعة الدوال وتحليل التمثيلات البيانية. نشكر لكم حسن استماعكم، إلى اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.